عبد الله حسن يوسف، حيث أن سبب الوفاة كان سفنكس غرق، وتأكد ذلك حسب المحاضرة الرسمية وشهود العيان من أصدقائه. قال الشهود العيان أن الراحل قرر النزول للبحر ليلا وأصر على ذلك، ثم اختفى تحت الماء بسبب عدم قدرته على مقاومة التيارات المائية، ثم بعد ذلك تم انتشاله من قبل فرقة الإنقاذ وهو فاقدا للوعي، وبالفعل تم نقله لمستشفى العالمين حيث أنه كان يتواجد في قرية بدر بالساحل الشمالي. وأكد الأطباء طبعا أنه قد توفى بالفعل قبل وصوله بعدة ساعات للمستشفى، ويعني ذلك أنه قد توفى قبل انتشال جثمانه. بلغ عبد الله حسن يوسف رحمه الله حين وفاته 35 عاما، درس الطيران في أوكرانيا، ثم حصل على بكالوريوس إعلام من بيروت حسب ما صرحت به والدته شمس البارودي، وهو طبعا نادر الظهور لأن والدته ما كانتش حابة أن يكون له تواجد في الإعلام أو في الفن عامة. حسن يوسف وشمس البارودي لديهم من الأبناء غير الراحل عبد الله حسن يوسف ناريمان وعمر ومحمود، وهم أبنائه، وهو الأصغر طبعا ما بين أبنائه. وأكد المقربون من الفنان أنهم بصدد تسلم جثمان عبد الله حسن يوسف حين تنتهي الأوراق اللازمة لذلك. طبعا نعوا كثير من الفنانين عبر حساباتهم، منهم نهال عنبر، أشرف زكي، وعصام السقا، وكذلك رئيس قناة النيل دراما عمر زهران. طبعا كتير من الفنانين قاموا بالدعوات له ان ربنا يرحمه، وطبعا نزلوا نعي على حساباتهم الخاصة زي ما احنا قلنا، ادعوا لعبد الله حسن يوسف بالرحمة والمغفرة.